خليل شيرة حنون ويدوب معقول ولد ولا أنطع منها تفننوا فيها جربناها مع الخبز المسمسم أي شيء خفيف ناعم تناسق النكهات ولأن ناطق حنين كانوا يقدمونها بلوب للمعاريس أو بيوق العيد سميناها خبيص والسفليه كريسبي حنين الشكر والهيل والزعفران الدرابين الكويتية الهشة الخفيفة غورميك كويتي غورميك كويتي ولا أروع من كذي ماكو أحلى من الحلو والحلو ياكل حلو خنين شيرة حنون ويذوب وماكو مثل حلوياتنا الكويتية اللي تحلي الريج وتطيب الخاطر مزجناها بأفكار جديدة تزيد من حلاتها ونقدمها لكم بطريقة مزهلقة وراقية غورمي كويتي يبنى حلوياتنا الكويتية الأصيلة ودمجناها مع أطباق عالمية معروفة المثل الكويتي يقول أدل من القطة وطير القطة اللي مر بمكان لو مرة واحدة ما ينسى وراح يرجع له مرة ثانية ويدله عشان كذي مرنا طير القطة اليوم وبار لنا بيضتين أو ثلاث حلوين غورميه تستاهلونها بيض القطة طبعاً بيض القطة من أحد الحلويات القديمة الشعبية معروفة هو عبارة عن عجينة تكون مهيلة ومزعفرة وبنفس الوقت نحشيها في نوع من أنواع المكسرات مثل يكون جوز أو فستق وبعدين نحطها في آيسينج شوغر اللي هو سكر باودر راح نسوي إحنا معاكم اليوم بيض القطة أماريتي وأماريتي هو كوكيز معروف في أوروبا وخاصة في إيطاليا عبارة عن هو نفس بيض القطة يكون محشي مكسرات كذلك يكون يستخدم في عدة من المناسبات خاصة يكون في الودينج في الأعياد في الأعراس والأعياد كذلك فراح نستخدم راح نشوف معاكم شلون نسوي بيض القطة أماريتي مطبخة مع الشكر والهيل والزعفران معكم شيف طلال حمضان طبعا اول كيك ديزاينر في العالم العربي تعلمت الكيك ديزاين وانا كنت في امريكا ايام الدراسه عشقت هذا الفن لانه مختلف عن جميع الفنون وحبيته والتقيت يعني الفن هذا من ناس لهم اسماء بالاضافه الى مارست الخبره انا بنفسي وصار عندي يعني قاعده حلوه في هذا المجال غورمي كويتي راح نسويه بالجوز عندنا جوز طحين الجوز وعندنا طحين عادي وعندنا زيت وعندنا سكر باودر وعندنا كذلك بهاراتنا اللي هو يكون دارسين مطحون مع هيل وعندنا بياض بيض وملح طبعا اللي راح يصير الاماريتي هو مخلوط كل شيء مع بعض وبعدين طبعا الاماريتي ما في هيل ولا في شو اسمه دارسين بس احنا حطيناه عشان يعطينا نكهه بيض القطه اللي راح يصير في البدايه اول شيء راح نخلط جميع المقادير الجافه راح نحط الطحين راح نحط طحين الجوز راح نحط الايسينج شوغر
ونحط الدارسين ونحط الهيل ونخلطهم مع بعض. نفس الوقت احنا نشتغل على المرينج. المرينج هو عبارة عن بياض بيض مع ملح، نخليه ليوصل لمرحلة ان يتكون عندنا المرينج اللي يكون فومي او يكون يعني مثل رغوة، وبعدين نضيف عليه المقادير الجافة. راح نحط بياض البيض، وبعدين راح نحط الملح. الملح يساعد على انتفاخ سريع لبياض البيض. طبعا لازم تصير سرعة عالية، بس احنا دائما بالبداية نعطي شوية للبياض البيض انه يعني ما يطشر بوجهنا، فنبدي شوي شوي بدي يصير سريع. راح يتكون عندنا الحين المرينج. طبعا ما نوصل لمرحلة انه يكون بيك، يعني انه يكون مدبب، نوصل لمرحلة يكون شوية يتغير لونه اكثر من هذا الى البياض، على اساس نضيف عليه الباقي المقادير. اتوقع انه وصلنا لمرحلة الحين جاهز المرينج. راح نضيف المقادير الجافة، تكون بطريقة تدريجي على أساس أنه ما يصير عندنا تكتلات إحنا ما نبيها. شوي شوي. طبعا البياض البيض إيش راح يسوي هني؟ بياض البيض يعطينا يكون تشوي، يعني يكون من داخل يكون رطب، نفس الوقت من برا يكون كريسبي. الريحة ما شاء الله تبارك الرحمن بدأت تطلع، ريحة الدارسين، ريحة الهيل، الجوز. نحاول نساعده لأن الخليط صار ثقيل، فنساعده على أنه يخلط عدل. أي شيء خفيف وناعم بنسوي قرمي. ماكو أحلى من الحلو. شلون نسوي صب القفشة قرمي وقرمي يعني شنو دواق؟ والحلو ياكل حلو. وصفتنا اليوم من قرمي كويتي مغوطة كيك. شوي راح أغش اليوم بالوصفة، راح أحط شوية نشا عشان تمسك بسرعة. فرنسي قلبنا كويتي والكويتي قلبنا فرنسي. نكهات حلوة متجانسة مع بعض وراح تعطيكم أحلى مذاق. غيروا المكان وغيروا الفرن، راح تبتدون تفشلون مرة ثانية وتعدلون لما تضبطوا إياكم. حاولوا أنكم تجربون أكثر من مرة عشان تعرفون تكنيك فرنكم. هذه أفضل شيء حق خبز الكلير، لأن كل من طحين للثاني يختلف. ليش قاعدة أسوي هذه الطريقة؟ طريقة الفولدينج هي مو سالفة إني أنا أحوسة كأنها شوربة. حتى لو نوتيلا أضيف لها نشا تدخل الفرن عادي. لما نشوفه بالشكل بالتقديم بالطعم هو جزء كبير من الاستمتاع فيها. خنين شيرة حنون ويذوب. ولا أروع من كذي. ألينا عليكم. خلط كل شيء، راح نساعد الحين بإيدنا، وبعدين راح نكور العجينة بهالطريقة تكون لينة رطبة حلوة. راح نكورها الحين ونحطها بصينية الخبز، وبعدين نخبزها بفرن درجة حرارتها 180 تقريبا ما يقارب 12 إلى 15 دقيقة. بعد قبل ما نخبزها لازم نسوي لها نقمسها في الايسنج شوجر. عندنا ايسنج شوجر صينية، ايسنج شوجر
ناخذ كميه بسيطه، يعني اذا بالحجم او بالوزن يعني ممكن تقريبا 10 جرام، وراح نسوي لها دبينج نحطها ونكمل. بس نحاول نفرق بينهم على اساس انه ما يصير شو اسمه يعني تلاصقون اذا فرشوا شويه، بس ما راح يفرشون وايد. يفضل بعد ممكن نحطها بالثلاجه تقريبا يعني نص ساعه، لان الثلاجه البروده تعطي اذا كان في زبده او زيت يمسك. فراح اكمل انا صف الصينيه، وبعدين راح ادخل الصينيه الفرن مثل ما قلنا 180 درجه من 12 الى 15 دقيقه، ونراويكم اماريتي بترقطة بعد ما يطلع من الفرن. هذا الفن جديد على المنطقة عندنا بالكويت ومنطقة الخليج، ولما رجعت الكويت أنا بديت أشتغل على نفسي وعلى الكيك ديزاين وعلى الشوغر آرت اللي هو فن السكريات، ولاحظت قبول جداً جداً من الناس. وفي ناس أيضاً عندهم هذا الفن لكن للأسف مو عارفين شلون يظهرونه، فلذلك أنا كان عندي حلم والحلم بدأ يتحقق، وهو صار طلال كيك أكاديمي، أكاديمية طلال كيك اللي راح أدرس اللي ندرب فيها الفن هذا اللي هو شوغر آرت والكيك ديزاين والديكوريشن، أساسيات الخبز وكذلك البيستري والساوردو والأمور التالية. كريسبي غني. بعد 15 دقيقة طلع بيض القطع أماريتي من الفرن، الحين كاهو جاهز شوفوه. راح نرش عليه طبعا آيسينج شوغر ضروري، وبعدين راح نحطها في صحن التقديم. راح نجيب صحن التقديم ونقدمه بالطريقة اللي تحبونها. ورش عليه طبعا شوية عشان اللون يكسر، رش عليه شوية روز محمدي بهالطريقة. بيض القطة أماريتي جاهز للتقديم، علينا وعليكم بالعافية. ماكو أحلى من الحلو. والحلو ياكل حلو. خليل شيرة حلول ويذوب.